طبعا نجمنا المصري العالمي محمد صلاح وفخر العرب ومفيش خلاف على هذه التفصيله، وما اعتقدش كمان ان هيكون في اي خلاف لما نقول ان النادي الاهلي هو الاخر فخر العرب وفخر افريقيا، وخدوا مني اللي جاي دي بقى كمان، بل وفخر اسيا لو اخذنا في الاعتبار الفوز الغالي اللي حققه النادي الاهلي في نسخه سابقه من المونديال على الهلال السعودي، واللي عمله في النسخه الاخيره وفوزه المستحق على اتحاد جده السعودي وعلى اوراوا الياباني. يبقى احنا بنتكلم ونقول ان النادي الاهلي وفخر العرب وفخر افريقيا وفخر اسيا، احنا هنا مش بنبالغ باي حال من الاحوال. حلقه النهارده هتلاقوا فيها كلمه مبروك متقاله كتير، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي طول عمره ساند وداعم وطول عمره بيشكل دافع وحافز كبير ورئيسي للعيبه النادي الاهلي. الجمهور اللي في كتير جدا من الاحيان بيبقى له القول الفصل انجاز التعبير، بيبقى زئير يعني المدرجات اللي فيها جمهور النادي الاهلي كفيل بانه يحرك الحجر مش يحرك بني ادمين ولا لعيبه كوره. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لنجوم النادي الاهلي ولجهازه الفني، مبروك لمستر مارسيل كولر، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل. وطبعا كما هي عاده النادي الاهلي بنقفل دايما اي صفحه على طول، واحنا بيني وبينكم المره دي مضطرين ان احنا نقفل يعني الصفحه المبهجه والسعيده دي عشان ندخل بقى في مرحله جديده قبل نهايه السنه. قلنا لحضراتكم ومن اول الموسم بيقول ان احنا هيكون عندنا اكتر من تحدي، يعني هنروح بعيد ليه؟ احنا بعد بكره على طول هندخل في منافسات كاس سوبر الابطال اللي هيكون بكره ان شاء الله على طول، كاس سوبر الابطال اللي هيتلعب في دوله الامارات العربيه الشقيقه بمشاركه مصريه رباعيه بتضم النادي الاهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا. اول مباراه لينا ان شاء الله غدا الاثنين هتجمع بين النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا، وبطبيعه الحال هنتابع مع حضراتكم طبعا هذا اللقاء بكل تاكيد. تعالوا بقى دلوقتي نروح ونسمع ونشوف مع حضراتكم ايه هي رسائل جماهير النادي الاهلي للعيبه النادي الاهلي من خلال التقرير ده، اتفضل. والله انا بحب اوجه رساله اولا للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره على الدعم اللامحدود للعيبه، والصراحه وجود الكابتن محمود الخطيب فرق جدا 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 مع اللعيبه واسهم بطريقه جميله جدا في تحفيز اللعيبه واعطائهم جرعه معنويه مرتفعه جدا جدا جدا، فانا بشكر مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب. اولا بوجه لهم الشكر على المجهود اللي عملوه، والدوره دي كانت مضغوطه عليهم جامد جدا، وكتر خيرهم انهم رجاله، وفعلا دي رجاله النادي الاهلي اللي بتشرف النادي الاهلي في اي بطوله. واحنا يعني ارضي لك ان احنا ما لعبناش على النهائي. اول رساله اقول لهم ابارك لهم طبعا على البرونزيه، لو كان الواحد كان بيعشي من هو يبقى الثاني، لكن هم الظروف والحكم مش اللعيبه، الحكم من ضمن الناس اللي ساعدوا الاهلي ما يطلعش الدور النهائي. لكن احنا نحمد ربنا ولعبتنا كويسه ومهاريين بس هي الموضوع الهجاد، الاجهاد، هم مجهدين ماتش ورا ماتش وسفر من هنا، انا اعذرهم. كل الشكر للمجهود اللي بذلوه وكل الشكر للاداره اللي وفرت لهم كل اسباب النجاح. الحمد لله ابناء الاهلي كلهم دايما ابطال وما بيخذلناش في المواعيد الكبيره. البطوله فيها شويه سوء اداري شويه من إدارة المنظمة، احنا بنخش مجهدين جدا وبيخش بطل اوروبا او بطل امريكا اللاتينية مرتاح جدا، احنا بذلنا مجهود كويس والحمد لله ان احنا حافظنا على المركز بتاعنا المنسوب للاهلي دايما. ان شاء الله البرونزية تفضل جاهزة كده، وفي البطولة الجاية ناخد البرونزية ايضا ان شاء الله باذن الله. بقول لهم الف مليون مبروك ان انتوا كسبتوا البطولة ديت واديتوا اداء مشرف جدا جدا. اي نعم احنا طول عمرنا طماعين، كنا حاسين البطوله دي سهله بالنسبه لكم قوي ان انتوا توصلوا النهائي وممكن كمان تجيبوا يعني تعملوا نتيجه كويسه مع مانشستر سيتي، بس قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله باذن الله البطولات الجايه زي ما بنقول لحضرتك احنا كده طماعين، عايزين ان شاء الله البطوله اللي جايه باذن الله بالسكواد الهايل اللي موجود في النادي ومدرب عظيم زي كولر، ان شاء الله باذن الله المسابقه اللي جايه ناخد مركز اول ونفرح العالم العربي كله مش مصري بس بالبطوله دي. بحب اشكرهم طبعا على ان هم ما خيبوش ظننا فيهم طبعا، لان احنا واجهنا طبعا يعني فرق بابطال قارات، يعني فريق امبارح اللي هو بتاع اوراوا ريدز ده طبعا كان كسب الهلال السعودي، فاز عليه ذهاب واياب تقريبا في النهائي بتاع اسيا. فريق مرعب يعني، فريق احنا ان احنا نكسبه اربعه دي حاجه كبيره جدا، وطبعا الفريق بتاع الاتحاد السعودي طبعا فريق كبير جدا، اسامي زي كانتي وكريم بنزيما ورومارينيو
طبعا يعني حاجه انا مبسوط الصراحه ان احنا عملنا الاداء العظيم ده، ومن احسن لاحسن ان شاء الله. يعني النسخ القادمه طبعا بتاعه كاس العالم للانديه هتكون اصعب، بس الاهلي طبعا معودنا ان هو يظهر بمظهر كويس في البطوله دي.